نحن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بالإقبال على الله في العبادات والإكثار من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواصلة الأقارب الآخر. فإذا صلى الإنسان 8 ركعات الضحى وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين قبل المغرب وركعتين بعدها وصلى بعد العشاء النافلة 10 ركعة فهل يكون قد نفذ توصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى تلاوته للقرآن الكريم وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر؟ نعم، المسلم يؤجر على كل ما يفعله من الخير. وما جاء في السؤال هو سؤال عن صلاة الضحى والرواتب التي مع الفرائض وعن صلاة الليل. أما صلاة الضحى فهي سنة مؤكدة ووقتها من ارتفاع الشمس قيل روح إلى وقوف الشمس في كبد السماء، أي توسطها في كبد السماء، فهذا وقت صلاة الضحى، وكل ما تأخرت فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما تنزل حرارة الشمس على الأرض وذلك قبل الظهر، فإن صلىها في أول الوقت فحسن أو في وسطه أو في آخره فحسن، فهي سنة مؤكدة، وأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام. وأما الرواتب التي مع الفرائض فهي 12 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها هذه 6 وركعتان بعد المغرب هذه 8 وركعتان بعد العشاء هذه 10 وركعتان قبل الفجر هذه 12 ركعة. وإن صلى قبل الظهر ركعتين فقط وبعدها ركعتين فلا بأس بذلك. وإن صلى بعد الظهر 4 ركعات وقبلها 4 ركعات فهذا أفضل أيضا. وأما صلاة الليل فإنها لا حد لها وحدد، فيصلي ما تيسر له من الليل. وإذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن صلى 11 ركعة أو 13 ركعة فهذا أحسن، وإن صلى أقل أو أكثر ويختم ذلك بالوتر فلا بأس بذلك. الأمر في هذا واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا.